بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا أعنا على محبتك حتى نزداد فرحا واستبشارا. أمين يا عظيم يا هادي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على من أراد العدوان. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي بعد ما فرض قالك في الحج ثم تلذ لا. أعطيني اليوم النسبة المئوية اللي تحترم ما جاء في هذه الآية الكريمة. أعطيوني يا أخويا، ما قلت الإسلام بخير، ماذا بينا احنا بخير، أما اللي راوا عنكم ونسمعوه وربي يبعث في أعماقنا. شنو أحوالكم عموما في راس المؤمن؟ حاجة كبيرة، راه مش حاجة نتاع لعب. رانا إذا كان فرنا منكم رانا بعثنا ربي منا ما يفضحكم عندنا، رغم اسمك ورغم صورتك ورغم التجميل القائم به في الكلام وتصيغ الكلام الساعة، رغم ذلك لا تنطلي علينا حيلكم. اتق في راس المؤمن فإنه ينظر بنور الله كما قال قائدنا الأعظم عليه الصلاة والسلام.